مجد كبير حققته عائلة بندلة خلال فترة السبعينات، فقدرت أنها تثبت حالها بوجع عمالقة الساحة الفنية. كاستات آل بندلة نافست بلبنان أهم النجوم من حيث المبيعات مثل أم كلثوم والأخوين رحباني وفيروز، الصبوحة ووديع الصافي. فالعائلة المؤلفة من 12 فرد، كل واحد منهم بيتميز بموهبة موسيقية محددة، استطاعت أنها تشكل حالة فنية خاصة، ومن ثم استمرت هالحالة مع ريمي بندلة، الطفل المعجزة يلي ما حدا منا إلا وبيتذكر الأغنيات اللي جمعتها مع والدها والخاصة بالطفولة. كانت الإطلالة الأولى عبر شاشة التلفزيون بالسبعينات كفيلة إن تغير حياة عائلة بكاملها. عائلة بندلة عشقت الفن اللي طبع طفولتها، وهي بدورة نقلته للناس بأسلوب وهوية ميزوه عن الكل. ميشلين، رينيه، دورا، فاديا، نورما، روجيه، يولا، سونيا، هانيا، ناديا، رندا وفادي. 12 فنان وفنانة خلقوا خط خاص بالموسيقى والأداء والأغنيات، وكانوا الاستثناء بعالم الغناء بلبنان والدول العربية. بمدينتهم طرابلس انطلق أول لحن وانعزف على الصحون بالشوك والملاعق، لتتبعوا بعدها أول شكوى من الجيران للمغفر عن موسيقى ما بتوقف ببيت بندلة. وبزمن عمالقة الفن العرب واللبنانيين انطلقت العيلة اللي كانت تكتب، تعزف، تلحن، تغني، وقدرت تحقق نجاح كبير بالانتشار والمبيعات عكس فرادة المشهد والمضمون. صوت دورا اللي بيجمع ملامح مختلفة من الألوان الغنائية قدمها بإحساس ما بيشبه تاني. بعائلة بندلة انجمعت المواهب واجتمعت لتجدد بالغنية، واليوم وبعد أكتر من 30 سنة بعد الأغاني حلوة وبعدها بتحملنا لزمن الحنين والنغم. مع ظروف الحرب الأهلية تشتتت العيلة بين لبنان والخارج وضاعت الإنتاجات الفنية، لكن الهوية بقيت مع أرشيف بيختصر لكثير من النجاحات. إذا جزمنا أن الحرب كانت السبب الرئيسي لتشتت العيلة، فشو هو السبب الحقيقي لعدم جمعها من جديد بعد الحرب؟ وهل عن جد القصة قصة ظروف، أم أن الخلافات والنزاعات دخلت كالسم لقلب العيلة وضيعت منا نجوميتها الكبيرة؟ هالأسئلة كتار طرحوها بينهم وبين حالهم أو حتى عبر الإعلام، بس الصوت كان دايما خجول. فعدم نجاح عائلة بندلة بالمحافظة على هيكليتها بعد الحرب الأهلية ما منعها من الاتفاق على عدم البوح بأسرارها الداخلية الخاصة واللي بتتعلق بالخلافات الكبيرة بين أفرادها، محافظة منهم على صورة العيلة بالمجتمع. لكن عودة دورا بندلة وحيدة للساحة الفنية وتحت إدارة رينيه بندلة جروب، ومش تحت إدارة الأسرة كلها كما جرت العادة، فتحت الباب قدام تساؤلات صار بدها إجابات واضحة. احتفلت دورا بندلة بإطلاق ألبومها الجديد يا ريتك حدي، ولكاميرا نشرتنا تحدثت عنه خلال الحفل الموسيقي اللي أقامته لتكريم العمالقة. وخلال اللقاء الخاص معنا أجابت على أسئلتنا حول العيلة والغياب والعودة، لكن الإجابات ما كانت شافية. عبر ألبوم جديد بيحمل عنوان يا ريتك حدي، عم بتسجل دورا بندلة عودة إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل. أهلا وسهلا فيك ست دورا عبر أغاني أغاني، واليوم مبسوطين هيك بهالعودة الحلوة بهالسدي الجديد. نحن أكثر بوجودكم. سدي بيحتوي على 10 أغاني، في منهم الكلاسيك، في منهم المصري، في منهم الطرب، في 3 أغاني لمازال ليليان أندراوس بقلب الألبوم. ويا ريتك حدي هي من كلماتها والحان خيي فادي وتوزيع رني. وحبيتي ايضا اليوم انك تحتفلي بالالبوم الجديد مع الناس اللي بتحبك بالاونسكو. خلي لي اياك يا رب، وانا كمان كثير بحبهم، ومشان هيك انا حبيت اعمل
أمسية غنائية دورة تغني العمالقة، وإن شاء الله يا رب تلاقي نجاح وتلاقي استحسينكم. بعد هالغيبة الطويلة، ليلى عودي كانت اليوم بعمل فردي لدورة بندلي ومش لعائلة بندلي بشكل كامل. لا خبرك شغلي، هلا مثل ما بتعرف العائله مثلا كبرت وصار عندها عائله وكله، يعني العيال بقى اخواتي كلهم عندهم يعني التزاماتهم، بس نحن صحيح انا لوحدي بس كلنا مع بعض، يعني كانه كلنا مع بعض. ظروف يمكن الامنيه بالبلد شتتت شوي العائله الفنيه بندلي، ولكن هل هالظروف كان لها كمان تاثير على تشتت العائله كعائلة؟ يعني لا بترجيك ابدا، ما في تشتت للعائلة ابدا، لا فنيا ولا بالحياة، يعني كثير بالعكس نحن هلا كثير بالتحدين اكثر واكثر، بالعكس خاصة بعد ما توفت الماما واختي يولا صرنا كثير يعني متعلقين ببعضنا. ويمكن حكينا او حكي الاعلام ناتج من وراء العودة كمان اللي عم تشهدها ريمي بندلي على الساحة الفنية، وبهيدي العودة بس نسأل عنك بتقول انه هي ما في تواصل بينه وبينكم نهائيا وفي هي لانه هي مسافرة من غير شر ونحن بطرابلس، بس هيدي الاسباب. ايه لا اكيد ما في شيء ثاني. من ناحية تانية عم تتحضر الطفلة المعجزة واللي صارت صبية مستقلة ريمي بندلي لإطلاق ألبومها الجديد بعد غياب طويل عن الساحة الفنية. ولنعرف أكثر عن هالموضوع التقينا بروني بندلي اللي هو المحرك الأساسي للعائلة، فأجاب روني أنه علاقته ببنته جيدة جدا وما في أي خلاف بينهم، لا بل عم بيتابع معها تحضيرات ألبومها الجديد، ولكن إلماما بالموسيقى والتلحين وسفر الدايم منعه من التواجد الفعلي معها بعمل فني مشترك كما جرت العادة سابقا. حاولنا نتفهم الموضوع وما حبينا نحرج روني أكثر، يلي جرب وقدر المستطاع يخفي مشكلته الكبيرة مع ريمي يلي صار لها سنوات مهاجرة لبنان وعايشة بعيدا عن أهلها بقطيعة فنية ويمكن إنسانية للعائلة. ما كان عبالك لو اليوم هالعودة اللي عملتوها على المسرح كانت عبارة عن عودة لعائلة بندلي كاملة على المسرح، تكون كل العائلة عم بتغني مع بعضها مثل ما كانت أيام زمان؟ ما في شك، أنا يعني أمنيتك مثل أمنيتي وأمنيتي يمكن كتير ناس كمان حضرونا، يلي عملناه كأمسية غنائية هو انطلاقة لجولة فنية رح تكون بالوطن العربي وبلاد الاغتراب. ليش صار الجروب اسمه روني بندلي جروب بعد ما كان اسمه بندلي جروب؟ لا هو ما اسمه بندلي، هيداك اسمه عائلة بندلي الفنية، ما نو بندلي جروب. دورة يلي هي نجمة عائلة بندلي حابين انه تكون هي الوردة يلي مفروض انه هالرسالة هي توصلها. اليوم كمان نجمة البندلي ريمي بندلي عم تتحضر لعمل جديد وعم تطلقه خلال يعني الأشهر القادمة، خبرني بركتلا على العمل، كيف العلاقة مع ريمي؟ وبالأصداء الإعلامية في كتير حكي بيقول انه في علاقة مقطوعة بينكم وبين ريمي، خبرني انت. العكس، نحن كتير سعيدين وعارفين كل شيء عم بيصير، وانا شتي مجروحه يعني بتحكيني بريمي والبوم جديد، وهذا بالعكس بركت له لريمي مساهم انت بالبومه عندك تاتش. لا الشيء الحلو يعني اللي انا يعني بعرفه انه ريمي صارت ملحنه وهيدي شغله كتير مهمه، بقى كل اغانيها هي ملحنتهم. ونرجع نشوفك انت وريمي سوا على المسرح. ما بعرف يعني هلا هيدي كمان بدك تلاقي فكره وبنفس الوقت بدك تلاقي كمان جهه منتجه لا تقدر كمان يعني وقت أنت بدك توصل لمطرح يا بتعمل يعني مثل ما أنت وصلت يا أما بدك تعمل أحسن. بوقت سابق كنا التقينا ريمي وكنا سألناها عن ألبومها وعن تحضيراتها الفنية الجديدة يلي عم بتحاول تعمل عبرة ربط بين ريمي الطفلة وريمي الصبي الناضجة، بس لما سألنا ريمي عن العيلة جربت تكون دبلوماسية رغم التوتر يلي بيّن واضح عليها، ولما سألنا أكثر عن العيلة والعودة المشتركة طلبت ريمي إلغاء السؤال من أصله. وين هالغيبة من وقت ما كانت ريمي صغيرة ما عاد عرفنا عنها شيء؟ يلا قريباً رح يكون في أخبار جديدة وألبوم جديد إذا الله راد وعم نشتغل.
اللي بقدر خبرك اياه انه رح يشوفوا ريمي غير رح يضلوا يحسوا بريمي الصغيره، لانه اكيد هي انا ريمي، بس رح تكون ريمي فريش، رح تكون ريمي كبيره، رح تكون ريمي بقصص انا ملحنتها كرمال لبنان وكرمال اعمل لينك بين ريمي الكبيره، اكشلي ريمي الصغيره وريمي الكبيره. فترة بس كنا عم نحكي قلتي لي انك شوي بعدتي عن الموضوع وشلتي شوي الفكرة من راسك، رجعتي هلا محمسة وحابة انك ترجعي تطلي من جديد؟ اكيد الفن بدمي والموسيقى عايشة فيها انا، ما فيني وقفها بقى. مزبوط طولت شوي، بس المهم انه راجعة، هيدا اهم شيء. رح ترجع ريمي وحدة او رح ترجع ريمي تحت جناح العائلة النجمة؟ لا رح ترجع ريمي وحدة، لانه انا ريمي. والعائلة؟ العائلة أكيد، يعني هني أكيد عم بيكونوا معي وعم بيلحقوني وعم نشتغل سوا أكيد يعني، بس إنه أنا هلأ ريمي. ترجع إلى وحدك، ما عبالك ترجعوا تعملوا عمل مشترك مثل أيام زمان، بس كان عمل البندلي نحكى فيه بكل البلد. لا كات، ما بحكي عن هذا. لا كات.